المدينة بعدة محطات مؤلمة. من هذه المحطات لما اقترب الظعن من المدينة وسمع أهل المدينة أن ظعن الحسين راجع للمدينة، راجع ظعن الحسين للمدينة، ومحمد بن الحنفية اجى يستقبل الظعن، طلع قبل المدينة حتى يستقبل الظعن، وشاف زين العابدين مشودر بتعبيرنا قبل المدينة، خاله خيمة وإلى آخره، فاجى سلم على الإمام وبكيا زين العابدين ومحمد بن الحنفية، وشنو صار على الحسين، وقام يسولف للإمام وكذا وكذا وكذا. زينب قالوا لها أخوك إجا محمد بن الحنفية، فقالها محمد منو بقالها؟ هو يذكرها بأبوها أمير المؤمنين، يذكرها بإخوتها، يذكرها محمد هذا. فطلعت زينب حتى تشوف أخوها. أنت وين قاعد؟ بحرم قمر العشيرة. ما أدري نعرف قيمة هاي النعمة ما نعرف، حرم العباس ونقرة عزية الله لا يحرمنا من هاي النعمة بجاه سيد الشهداء. المهم طلعت زينب تباوع المحمد وما تقدر تسولف، مخنوقة بس تباوع. فمحمد بن الحنفية قال للإمام زين العابدين، قال له وياكم بالضعن نسوان غربة غريبات؟ قال لا ما حد نسواننا بس. قال لا وياكم نسوان غريبة؟ قال ما حد. منو الغريبة؟ نسوان الأنصار بالكوفة العشائر أخذتها وبقينا بس إحنا، ما عندنا غريب. قال له منو هاي المرأة الكبيرة الواقفة تباوع لي هاي الإمام باوع؟ ايش قاعد يسولف محمد؟ ما عندنا غريبة. باوع عمت زينب واقفة. قال له منو الغريبة هاي؟ قال له ايه هاي الأم. منو؟ قال له صدق تحكي عم؟ قال له والله منو هاي؟ قال له عم هذه زينب الهاشمية أختك. يا إخوان واحد يفارق أخته مو شهرين، سنة سنتين عشرة، شو ما تعرفها؟ دمك لحمك، شو ما تعرفها؟ أختك تعرف دم من دمها تعرفها أختك. شو ما عرفها محمد؟ صاير بزينب يعني ما. قال له يا عم هذه زينب الهاشمية أختك هاي، صدق تحكي؟ عاد انهضمت قالت لعم علي لا تقل زينب الهاشمية. العباس صعب علي هذا الحكي، العباس والله يتحمل الحكي. شلون نحكي حكي يا قمر العشيره؟ والله عندنا قلوب عندنا يعني ما اعرف شلون. عم لا تقل زينب الهاشمي عم، ولكن قل للمحمد هاي زينب المزبي. بعدين قلت له حقك يا اخويا ما عرفتني لان المصايب غيرت، يا يابا مصايب حسين الدول بتني ونزلت على عيوني وعمتني، وحدة بأثر وحدة لفتني. قلت له باسمك راح أقل لك هاي إلك يا أبو فاضل، باسمك راح أقل لك من اليوم وجاي أقول لك محمد ما أقول لك خويا. أقول ليش؟ أنا باسمك راح أقل لك من اليوم وجاي محمد يا شريدة لي وخواني. ليش تقول لي باسمي؟ أنا باسمك راح أقل لك من اليوم وجاي محمد يا شريدة لي وخواني، عفتها على النهر كلمة الخوة. عفتها على النهر هنا يمكم يعني، يا بعفت على النغر كلمة الخوة، وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني، يا بحرمت على لساني مو معناها مو قدها يا ابو جاسم. لا تقدها مو معناها مو قدها يا ابو جاسم، لكن مثل عباس وين القى يا يابا، مثل عباس مثل عباس مثل عباس مثل عباس وين القى اخذاني انا لخوتك عباس ممنونه ممنونه. هذا الحكي نقراه بكل مكان شي وهنا شي اخر.
والله العظيم هنا الحكي دي لذه خاصه قدام ابو فاضل. ايه هاي زينب لما احرقوا الخيام جت للحسين وركضت من الحسين لهنا وقفت على جسم اخيها تقول لا انا لاخوتك عباس ممنونه والمثلك يوافي شلون يوفون يا اخويا والمثلك يوافي شلون يوفون يوفون انا لو ابكيك عمري اظل مديونه انا لو ابكيك عمري يا بوين الذي ينغر علي انا ويوصل لعد حامي الضعينة وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت يا بل العلامة السهم نابت بعينة ويسراه مقطوعة اي والله ويمينة يمينة وبالعمد راس يا باب العمد راشة مشمينة مشمينة وصلت على العلامة عرفته دليته شنو الرسالة يا باب العمد راشة مشمينة يقل له يا عباس ولي أنا حرقة ومخيم أكو أبيات تحرق قلبي أردق راهن وأسألكم الدعاء وذني الابيات العربي الاصيل يعرفهن وانتو عرب هاي ثقافه العربي من يسمع حكي حكي يموت هاي ثقافه يموت زينب شافت نوق هادي يمشي صاحت يا سايق النوق ما تقدر تمر بهلي ما تقدر تمر بهلي انا كبيرة قدر لتعاين المحملي لا تشوفه بلا هوادج وكذا انا كبيرة ترى بس الدنيا انا اخويا شمس وانا القمر جافل امر وانها جنت وبس اسمع الدللي بدولاب فرن الدهر وخلى دموع تهلي رايدة منك طلب سويه لله وإلي شنو رايدة منك طلب سويه لله وإلي توصل مضارب مضر وعلى ناكتك معتلي وتصيح يا أهل الفخر يا أولاد حمزة وعلي وتصيح يا أهل الفخر يا بتوصل مضارب مضر وعلى ناكتك معتلي وتصيح يا أهل الشيم يا أولاد حمزة وعلي الكم حراير شفت ظلن بلاي والله يا ولاد حمزة وعلي الكم حراير شفت ظلن بلاية ولي يا حمى الضائعات بعدك ضعنا بمحمد وآله صلي على محمد وآل محمد عجل فرج